ببابك مولاي، إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة الواحدة بعد التسعين. نتناول آيات من سورة المائدة. يقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حد السرقة الحقيقة من الحدود التي أثارت مناقشات عديدة وقيل فيها عدة نقاط. لماذا نقطع يد السارق؟ دي نمرة واحد. متى نقطع يد السارق؟ نمرة اتنين. الحدود، الظروف اللي نقطع فيها. أول حاجة، لماذا نقطع يد السارق؟ لأن السارق يعني يأخذ كد الناس خفية، يعني الناس تشتغل ويبقى معاه مرتبات، الناس تقبض وواحد يعدي يسرق المرتب بتاعه، أو في واحد معاه ذهب حرامي يسطو على البيوت ياخد مقدرات الناس، يبقى بدل ما يسعى في الأرض، بدل ما يزرع ويصنع ويتاجر ويشتغل، لا هو يروح يسرق على الجاهز، الناس تشتغل هو يسرق. فطبعا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق، الله سبحانه وتعالى هنا بدأ بالسارق والسارقة، تجد في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبدأ بالمرأة، لأنه لا يتم الزنا إلا يعني بموافقة المرأة وعادة، لكن السارقة في الرجال أكثر من النساء. طيب، السارق والسارقة فاقطع أيديهما، نقطع إمتى وفين؟ يعني بعض العلماء يقول لك السارق لا يسرق إلا إذا كان يعني زي ما أقول محتاج وغير قادر على العمل، يعني زي ما أقول إيه، أنا لا أستطيع السعي ولا العمل، فإذا كان هناك ضعيف أو مريض أو طفل أو امرأة أو كذا سرق وهو لا يستطيع العمل ومريض وكذا، هذا لا يقام عليه حد لأنه سرق ليأكل. وإحنا عندنا يعني بعض العلماء يقول أنه لا, 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 لا يمكن أن يعني تقيم حد السرقة إلا إذا وفرت للناس طعاما، اللي بيسرع عشان يأكل ما قدرش أقطع إيده في رغيف ولا رغيفين، لأنه حد القطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: لا قطع إلا في ربع دينار، ربع دينار ذهب، الدينار مثلا الجنيه مثلا بتاعنا الذهب وصل دي مثلا 3000 جنيه، فيبقى القطع اللي فيه حوالي مثلا 600-800 جنيه، فيعني حاجة كبيرة، لكن مش رغيف ولا سندويتش ولا حاجة من اللي بيأكلها الناس يتقطع فيها يعني. فطبعا لابد أنه يكون سرق حاجة كبيرة عشان تتقطع إيده. طيب، يبقى من سرق ليأكل وهو ضعيف مريض لا يستطيع أن يعمل يعفى، لكن من سرق وهذه عادته، ليه هذه عادته؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يفضح عبدي بأول مرة، لا يفضح عبدي، يعني واحد سرق كده حاجة خفيفة ربنا ستره، سرق تاني ربنا ستره، سرق تالت ربنا ستره، ممكن يسرق شوية بعدين ربنا يفضحه يعني، لكن ربنا ما بيفضحش عبده بأول مرة، مش أول مرة جاي يسرق راح ربنا فضحه يعني، ما بتحصلش أبدا. إن الله لا يفضح عبده بأول مرة. وقد كان هناك غلام على أيام عمر، غلام يتيم راح يسرق وقبض عليه، فجاءت أمه تقول: والله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة. فقال: كذبتي، أخبرني يا غلام، أصدق القول أعفو عنك، هل هذه أول مرة؟ قال: لا، إنها المرة العاشرة. فممكن إنسان يزني وربنا يستر ويزني وربنا يستر ويزني وبعد كده يتفضح، إن الله لا يفضح عبده بأول مرة، فممكن ربنا يسترك 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 وبعدين يكشف الستر عنك فتتفضح. عشان كده بنقول إنه السارق لا يسكت عليه، إن السارق ممكن يسرق حاجة صغيرة حاجة صغيرة حاجة صغيرة لغاية ما يسرق الكبيرة، يعني اللي بيسرقوا البلد أكيد سرقوا حاجات صغيرة الأول وبعد كده حولوا ملايين البنوك وبعد كده خدوا رشاوي وبعد يعني فضل لغاية لما سرق البلد كلها. فعشان كده بنقول إن السرقة من الأول قطعيات. بعض الناس تقول لك إيه بقى، هتقطع إيد، إحنا بنيجي نقوم الإيد نقول مثلا الإيد ب5000، العين ب20000، ب50000، الرقبة مش عارف للبني آدم ب100000 مثلا، يبقى الإيد مثلا ب5000 ب10000. طيب، هل لو سرق واحد 500 جنيه تقطع إيده؟ يعني تقطع الإيد اللي قوامها 5000 في 500 جنيه؟ ليه بقى؟ لأنه بعض العلماء ذهبوا قالوا: لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، الإيد الأمينة غالية، ولما خانت هانت. يعني أنت تقطع إيد واحد في 500 جنيه وهي أصلا مثلا تعويضها 5000،
إنها إذا كانت أمينة كانت ثمينة، وإذا خانت هانت. مهم جدا الحكاية دي. يبقى إذن أنا عارف إمتى أقطع القطع؟ إذا وفرت للناس حياة كريمة عففتهم عن السؤال. ومتى أقطع؟ إذا كانت السرقة خفية. يعني خف يعني هو سرق وحط الناس في حرج، والله سبحانه لا يفضح عابدي بأول مرة. طيب، خدنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. خلاص؟ طيب، افرض ان هو قطع سرق أول مرة حقطع ايده، سرق تاني مرة حقطع رجله، سرق تالت مرة حقطع ايده التاني، سرق مرة تالتة هيسر إسرائيل وزي تنطع هيتقطع رجله. لأنه في حديث من مثلا إيه؟ من شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. يعني هو شرب خمر أو مخدرات فاتجلد أول مرة مثلا 10 جلدات، طيب وبعدين شرب خمر أو شرب مخدرات تاني مرة جلدناه مثلا 40 جلدة، خلاص؟ شرب تالت مثلا جلدناه 80 جلدة، بس لو شرب بعد كده لازم يتقتل. طبعا من آمن العقوبة أساء الأدب. من آمن العقوبة أساء الأدب، يعني أنا عارف إن إيدي مش هتقطع، اسرق وبعدين هتخش تاخد لك 2-3 شهر وتطلع، وبعدين تسرق بقى سرقة كبيرة وبعدين تخش وبعدين تطلع، تعلم الناس وتتعلم وتتقابل في السجن، والسجن ده مفرخة المجرمين وتعليم الإجرام، نطلع عاملين بقى عصابة. يبقى أنا كنت بسرق حاجة صغيرة بقيت حرامي، بقيت شيخ منصر، بقى بقيت رئيس عصابة، بقينا أنا بقى كل أول بنسرق حاجات بسيطة دلوقتي، بقينا مخدرات وسرقة وزنا، وبقينا عندنا فيلات، وبقينا حرامية كبار بقى. فالحرامية كبار بقى، حرامية كبار قوي يعني. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقطع تكون الحرامي الكبير بدل ما يسرق بلد. فربنا بيقول من الأول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، زي القاعدة اللي قلناها بكده، أن السارق إذا رد ما سرق قبل أن تقدر عليه أو قبل أن تقبض عليه فلا عقوبة عليه. فمن تاب، شوف زي ما ربنا قال في حد الحرابة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيفتح باب التوبة للناس. يا جماعة، في واحد ممكن نفسه تضعف فيسرق حاجة بعدين ضميره صحي فرجعها، فخلاص اديله فرصة ان ضميره يصحى يرجعها. بس لو ضميره ما صحيش لازم تطبق عليه العقوبة، لانه اذا لم تطبق العقوبة على الناس، انا سرقت بنك وبعدين دخلت السجن جبت حرامي محترم طلعني بريء، اسرق الدنيا كلها بقى، مش كل مره هسرق هلاقي محامي طلعني براءة. فمن امن العقوبة اساء الادب. دايما كده انا هشتم في الاعلام وعارف ان مفيش حد هيحبسني، اشتم براحتك. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. طب افرض أن أنا سرقت كتير وزنيت كتير وعملت الفواحش كلها ومحدش قدر عليا، ولما اتقبض عليا جبت أشطر المحامين طلعوني براء، بالله عليك أنت ضحكت على الدنيا كلها، طب وربنا هتروح منه فين؟ شفت بقى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. ساعات واحد يبقى عنده مرض شديد جدا، مرض شديد جدا، إيه يا عم ده؟ تلاقيه بيسرق وبينهب وبيزور وبيهرب إيه ده؟ كون ان انت ضحكت على الناس كلها تضحك على ربنا، ما هيديك مرض يبهدلك وتصرف فيه كل اللي انت عملته ده. يعني اذا ايه ربنا دايما يقول لنا كده، خلي بالكم، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فتوب عشان ربنا يتوب عليك. انت هتضحك على الناس كلها بس هتقول له ربنا ايه؟ والله على كل شيء قدير. في ينقلنا الله عز وجل في سوره المائده من ايات جريمه القتل الى ايات الحرابه الى ايات السرقه الى الذين يسارعون في الكفر. في ناس كتير بتسارع في الكفر والردة في زماننا هذا. يعني يسارع في الكفر والردة، تلاقي النهاردة معاكم وبعدين بكرة اتقلب عليه. النهاردة هو مع الناس الملتزمة وبعد كده الناس الملتزمة يحصل لها مكروه أو شدة تلاقيه انقلب، أنا ماليش دعوة بيهم. الدنيا في أمان، أربي دقني، الدنيا مش في أمان، أحلق دقني، يعني كده. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. في ناس كده نقالين يحبوا دول ودول وينقلوا من دول ودول، شوفوا هتبقى الرايجة مع مين، مين اللي هيفوز، مين اللي احنا مع الفايز، احنا مع الكسبان، الكسبان نهنيه. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا،
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ها؟ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا ونحن نتحدث عن الذين يسارعون في الكفر ويغيروا مذاهبهم ويغيروا أفكارهم ويغيروا شكلهم ويغيروا جلدهم، ربنا ما جعلناش منهم يا رب، وما جعلناش من المنافقين دول، واجعلنا من الذين يثبتون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي.